بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قاعد بدور على اخبار المنتخب المغربي بعد الصعود لكاس العالم، في افراح في هدوء واستقرار على وحيد خليلزيتش شويه، لقيت ان وحيد خليلزيتش عمل حوار مع فوت ماريجاتو الفرنسيه بيتكلم فيه عن احتماليه رحيله عن منتخب المغرب، وان الراجل بيفكر في الاستمرار او بيفكر في الرحيل، لان وحيد خليلزيتش مش زي المدربين العاديين اللي هو لو وصلت كاس عالم مع فريق انا هكمل. الراجل وصل كاس عالم قبل كده مع كوت ديفوار، راح واخد نفسه وماشي قبل كاس العالم، وصل مع اليابان عمل نفس الموضوع، لعب كاس عالم مع المنتخب الجزائري، دي المره الرابعه لوحيد خليلزيتش ان هو يصعد مع منتخب لكاس العالم هو المنتخب المغربي، وبصراحه اتمنى ان وحيد خليلزيتش يكمل اللي عمله مع مع كوت ديفوار ومع اليابان، انا بتمنى جدا بصراحه. هقول لك ليه؟ لان وحيد خليلزيتش مدرب ماسك المنتخب المغربي بقاله سنتين. وحيد خليلزيتش مسك المنتخب المغربي في نهايه 2019. ايه الشكل الهجومي بالنسبه للمنتخب المغربي؟ طب ايه الشكل العام بالنسبه للمنتخب المغربي؟ هل المنتخب المغربي بيعتمد على شكل هجومي او اداء هجومي واضح، او هل المنتخب المغربي بيعتمد على اداء دفاعي او شكل دفاعي واضح، او هل المنتخب المغربي تقدر تحط ال11 لعيب الاساسيين بتوع المنتخب المغربي واللعيبه اللي بتعوضهم على الدكه؟ هتقول لي لا، دي ميزه ان المنتخب المغربي يكون فيه منافسه كبيره. هقول لك ما هي ميزه وحلوه ولذيذه وكل حاجه، بس ما بتعملكش هويه لفريق قوي، بتعمل لك هويه لفريق بيكسب ماتش والماتش اللي بعديه بتيجي لاعب انت في الفريق فالفريق بيفقد الانسجام. الانسجام في كره القدم حاجه مهمه جدا، حاجه بتقدم كره جميله مع الوقت، وحاجه بتقدم منظومه محترمه مع الوقت، انما انت فاقد تماما لحته الانسجام، وفاقد تماما لحته الاستقرار في منتخب المغرب، اللي هو في لعيبه بتطلع عندها جنسيه مغربيه في اوروبا، يلا يا جماعه نروح نجيبها مهما كان مستواها. في لعيبه بتقدم بشكل محترم محليا مش متشافه خالص، لان الدوري المغربي مش متشاف بالنسبه لوحيد خليلزيتش، هو اخره يجيب التجنوتي حارس ليه؟ حارس بديل لياسين بونو، بس هو ده اخر وحيد خليلزيتش. انما فكره انك تدور على اللعيب المحلي، لا، انت رامي اللعيب المحلي ومستكبر عليه ومستقوي باللعيبه المحترفين. طب هل انت قادر تستفيد من شكل اللعيبه المحترفين جوه الملعب؟ انت عندك محترفين كتير وعندك اسامي تقيله، ومع ذلك مش عارف تعمل بيهم فريق محترم. علشان كده وحيد خليلزيتش دايما بيشكل علامه استفهام كبيره قوي بالنسبه للمنتخب المغربي، ان الراجل عنده قماشه عاليه جدا، ومع ذلك الراجل بيقدم افكار غريبه جدا، والراجل لما يقرر ان هو يلعب الماتشين بتاع الكونغو بال 5 3 2 بقعد افكر كده، هو الراجل ده عايز ايه؟ بجد والله الراجل ده عايز ايه؟ عايز يقدم كره جميله ولا مش عايز يقدم كره جميله؟ الراجل ده عايز يصعد مهما كان الاداء، ولا الراجل ده مش عارف هو عايز يقدم اداء ولا يقدم نتيجه؟ هتقولي ما هو المنتخب المغربي من زمان هو عنده مشكله في موضوع الهويه، ماشي، ما احنا من زمان هنفضل نعاني من نفس المشاكل، هنستمر بيها وهنوافق على استمرارها. يعني انت عندك مشكله في حاجه تفكر تحلها ولا تتقبلها ان والله دي مشكله مش هعرف احلها؟ ما يمكن مشكلتك الاساسيه هي انك معتمد على اللعيبه المحترفين فقط، يمكن دي مشكلتك الاساسيه، الروح والجرينتا والعزيمه والخوف على تشيرت المنتخب ضعيف شويه عند اللعيبه دي، فبيشكل ازمه بالنسبه للجمهور. الجمهور عايز يتفرج على كره جميله، ما بيتفرجش عليها مع وحيد خليلزيتش الا ماتشات قليله جدا. وحيد خليلزيتش لو بيلعب ماتشين بتشكيله واحده انت بتحس ان في انجاز بيحصل في المنتخب المغربي. وحيد خليلزيتش مش بيقدم كره محترمه مع منتخب المغرب. منتخب المغرب لما وقع مع منتخب الكونغو اللي على الورق كان اضعف منه بكتير، المنتخب المغربي واجه مشاكل كتيره جدا المباراه الاولى بسبب اخطاء وحيد خليلزيتش، مش بسبب اخطاء لعيبه المنتخب المغربي. انت عندك افكار، عندك ثقه في اللعيب المحترف بطريقه غير طبيعيه، عندك يقين ان اللعيب المحترف افضل من اللعيب المحلي مهما كانت الظروف. طب تمام، مين الاسم الاكبر حاليا في الكره المغربيه غير اشرف حكيمي وحكيم زياش؟ انت عندك مشكله مع حكيم زياش، ما عرفش تحتوي حكيم زياش، فشلت تماما انك تحتوي حكيم زياش، تعاملت بطريقه سيئه مع حكيم زياش، تعاملت بطريقه سيئه مع نصير مزراوي، تعاملت بطريقه سيئه مع واحد زي امين حارس، بتتعامل بطريقه سيئه مع لعيبه ممكن تفرق معاك جدا في المنظومه، اللي هو انت لو عايز تعمل منظومه اكيد زياش هيكون واحد من العناصر المهمه ليك، انما انت دلوقتي طلعت زياش بره الجيم، وانت طلعت زياش بره اللعبه. كنا بنقول ان احنا بندعم وحيد خليلزيتش لحد ما نخلص موضوع كاس العالم، دلوقتي كاس العالم الراجل صعب لكاس العالم، بس بالمنظر ده صدقني وحيد خليلزيتش مش هيعمل اي حاجه في كاس العالم، هيروح يلعب الثلاث ماتشات وهيجي. ما هي القصه مش قصه وصلتك كاس عالم، القصه قصه هتعمل ايه في كاس عالم. خلاص احنا بنروح نعمل اداء مشرف، بس انت بالمنظر ده هتروح تدافع الثلاث ماتشات هناك في قطر؟ الموضوع صعب، الموضوع بجد صعب.
موافق تماما ان المنتخب التونسي يتقبل الافكار بتاع ان احنا نلعب بكره واقعيه وهنلعب بطرق دفاعيه، لان العناصر بتفرق. في عناصر في منتخبات بتجبرها على اللعب بطريقه معينه، وفي عناصر في منتخب بتجبره على التفكير في لعب بطريقه معينه. لعيبه منتخب المغرب النسخه الحاليه ممكن يدوك كره جميله جدا، بس اشتغل انت معاها، بس تشتغل انت وتكون انت عارف تبني منظومه هجوميه. هتقول لي راجل صعد كاس عالم 4 مرات مش عارف يبني منظومه هجوميه؟ والله اخر سنتين بتفرج على منتخب المغرب، انا شايف ان منتخب المغرب مفيش حاجه اسمها منظومه. كل اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها جوه الملعب، اللي بيعرف يدافع يدافع، اللي بيعرف ينطلق ينطلق، اللي بيعرف يلعب كره طوليه بيلعب كره طوليه، اللي بيعرف يسند يسند، واللي بيعرف يشوط بيشوط، كل واحد بيعمل اللي على هواه حرفيا. فدي مش منظومه، ده شويه فرديات عظيمه وصلتك كاس العالم. المنظومه دي فشل فيها وحيد خالزيتش ان هو يعمل منظومه محترمه للمنتخب المغربي. الراجل فشل فشل ذريع ان هو يعمل حاجه اسمها منظومه، فشل ان هو يعمل قوام ثابت للمنتخب المغربي، فشل ان هو يلعب بطريقه لعب واضحه للمنتخب المغربي، كل مباراتين ثلاثه بطريقه لعب، كل مباراتين ثلاثه بشكل، كل مباراتين ثلاثه بتشكيل، كل مباراتين ثلاثه باسماء جديده، كل ثلاث اربع مرات يلا يا جماعه نروح نجيب اسم جديد خالص على منتخب المغرب. ده مش شكل ينفع ان هو يبني منظومه محترمه او يبني فرقه تنافس على اي حاجه. انا مش طالب منك تنافس على كاس العالم، انا طالب منك انك تكون منافس جوه الملعب للفرق. هتقولي في فرقه عندها لعيبه عاليه قوي في الجوده، هقول لك ما انت مقارب تماما في الجوده بتاعتك بالنسبه للعيبه دي، الفرديات متقاربه جدا، بس الفرق كله في الشغل الجماعي. هتقولي الراجل ما بياخدش وقته، الراجل ما بيعملش معسكرات مع المنتخب، الراجل ما بيلحقش يحفظ اللعيبه حاجه، هقول لك ماشي، الراجل بقاله سنتين شغال عليه في المنتخب المغربي، ايه الفكره الواضحه اللي وحيد خالزيتش شغال عليها؟ ما فهمني طيب، ايه الفكره الفنيه الواضحه بالنسبه لك انت كمدرب مع المنتخب المغربي؟ انت بتلعب كره جميله ولا جاي بتلعب زون ديفنس وتعتمد على المرتدات، ولا جاي كل ماتش بماتشو؟ هتقولي حلوه فكره كل ماتش بماتشو ده، انك تكون مدير فني عندك افكار لا نهائيه، وانك تكون مدير فني عندك مرونه تكتيكيه، اقول لك حلو الكلام ده، بس معناها ان انت لا تملك اي هويه. ما هي المرونه حلوه ولذيذه، بس معنى انك يكون عندك مرونه انك ما عندكش هويه اساسا، ما عندكش هويه تشتغل عليها، لا هويه دفاعيه ولا هويه هجوميه. هم دول الثلاث انواع بتوع المدربين، يا مدرب دفاعي يا مدرب هجومي، يا مدرب ما عندوش هويه بيلعب في النص. انت بقى فرحان بالمدرب اللي ما عندوش هويه اللي بيلعب في النص؟ وحيد خالزيتش لو في فرصه ان هو يتم رحيله على المنتخب المغربي، لازم يتم رحيله على المنتخب المغربي، واول حاجه لازم يعملها في حاله الرحيل انه ياخد معاه مصطفى حجي، واول حاجه لازم تحصل في حاله استمرار وحيد خالزيتش برضو ان مصطفى حجي يمشي والسمسره تقف على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي وصل كاس عالم، بس لسه ملف السمسره وملف اللعيبه اللي بتيجي من اوروبا علشان تتنجم في المنتخب المغربي مفتوح وما انتهاش، الملف ده بيتاجل بس طول ما المنتخب المغربي بيحقق نتائج ايجابيه، انما ملف السمسره في المنتخب المغربي ملف موجود ملف حقيقي، وفي عمولات وفي سمسره بتحصل في المنتخب المغربي. الملف ده بيتفتح بس لما المنتخب بيقع، والمنتخب محتاج منظومه محترمه من رئيس الجامعه للمدير الفني للمدربين المساعدين. انما طول ما هي ماشيه بها 30 لاعب محترف بس، الموضوع هيبقى صعب جدا على اخواننا المغاربه ان هم يعملوا منتخب محترم، منتخب يقدم حاجه هم نفسهم فيها، يقدم تنافس على بطولات افريقيه، يقدم اداء جميل في كاس عالم، يقدم اداء جميل في تصفيات، يقدم اي حاجه. هتفرح بس باسماء عبد الصمد الزلزولي، حكيم زياش تشيلسي، برشلونه، باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي، عمران لوزا واتفورد، ادم ماسينا واتفورد، ايوب الكعبي في تركيا، عندك لعيبه هنا عندك لعيبه هنا، وفي الاخر محصلتك النهائيه صفر كبير. ليه؟ لانك ما عندكش مدرب محترم ولا عندك منظومه محترمه تقدر ان تستفاد بكل الاسماء دي. فلو في فرصه ان وحيد خالزيتش يمشي، مع السلامه، مع مليون سلامه. ولو في فرصه كمان ان السيد فوزي ركع يقرر ان هو يستقيل، او خلاص الراجل عمل كل حاجه يقدر يعملها للمنتخب المغربي، فوالله يا ريت الناس دي هيبقى ضرب عصفورين بحجر، ثلاث عصافير بحجر، صعدت كاس عالم، خلصت من عم فوزي، خلصت من وحيد خالزيتش. بس لو استمروا يبقى كان الله في العون يا صديقي في كاس العالم على اللي انت هتشوفه بصراحه، وهيرجع يتقال لك احمد ربنا انك وصلت كاس عالم، ما جالك ما وصلتش كاس عالم. ولو انت فضلت تقبل الحاجات دي صدقني مش هتوصل لاي حته بعيده، تفضل في نفس المكان اللي انت فيه، وهتفضل دايما بتقبل في شويه الفتافيت اللي هي بتترمي صعدنا كاس عالم ما بنقدمش كوره، المهم ان احنا بنحقق نتائج. اقول لك برضو النتائج دي بتحققها لان انت عندك عناصر تسمح لك انك تحقق نتائج، انت مش بتحقق نتائج دي بالصدفه، انت بتحقق نتائج لانك عندك مجموعه تحقق نتائج مع اي مدرب، بس مع الاسف انت مش جايب اي مدرب، انت جايب مدرب
في نهاية مسيرته وجايب مدرب قرر ان هو يتماشى مع كل الظروف اللي في الجامعة المغربية، قرر ان هو يعدي مواضيع السمسرة ويعدي تدخلات الفنية ويعدي كل حاجة في مقابل ان هو مريح دماغه وشغال في المنتخب المغربي، وشغل المنتخبات ده تريح دماغ بالنسبة لأي مدرب في العالم. عشان كده هرجع تاني اقول لك في نهايه الفيديو ان انا بتمنى رحيل وحيد خالوزيتش عن المنتخب المغربي، علشان نفسي اشوف المنتخب المغربي بيقدم كره قدم محترمه في الملعب. ما عجبكش الفيديو صح؟ عايز تلغي الاشتراك؟ رايك واحترم. عايز تسمع تطبيق في ناحيه تانيه؟ برضه رايك واحترم. عايز تشترك وتكمل معانا في القناه؟ برضه رايك واحترم.